والله كثير شغلات يعني الواحد تاخذينيش هسه علينا التزامات كثيره، اما بعد العيد بس كثير يعني عن شغلات الواحد بكل بعد العيد خلص بنعملها يعني. هسه في عندنا كسوه اولاد، في عندنا عزايم، في عندنا يعني عيديات تاخذينيش، اما يعني في شغلات اللي مش ضروريه بنكون لبعد العيد خلوها. شغلات كثير بنأجلها يعني مثل. يعني امرات بيكون علينا مثلا شيء للبيت، مثلا بكونش عنا قادرين نعمله، مثلا بدنا نجيب مثلا قسط لشغله مثلا، او بدك تجيب اواعي لاطفال وكذا واحد، كان بقول لبعد العيد باجله، لانه كنت عارفه شايف الوضع هيك. والله صعب صعب، حد ما فيش حد معين يعني، يعني احيانا واحد ممكن يكون عنده التزامات معينه ممكن اجلها لبعد العيد، بس ما بقدر الواحد يحكي هذا الشيء، ولا تقول لنا شيء إن شاء الله أن يشاء الله، هذا ما بنقدر نعمله لأن الواحد ما بضمن حاله. لا تقول لنا شيء إن شاء الله أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. هلا إذا عنده شيء واحد ثانوي ممكن يأجله لبعد العيد، يعني ما ممكن إنه في معه وقت، أو ممكن شيء بيقدر يأجله فممكن يأجله، سواء مناسبة سواء شغل سواء يعني أي شيء بشكل عام، او حتى بده يشتري شغله مثلا ممكن ياجلها يقول بعد العيد مثلا.